بسم الله. دلوقتي هنشوف مثال سريع على رسمة بسيطة جدا. وليكن هنرسم مثلا طفاية، هقول له هنا كرييت سيلندر وهبدأ ارسم الشكل بتاعي، وليكن مثلا 50، انتر، وهبدأ اختار الارتفاع بتاعي اخليه مثلا 10 واقول له اوكي. طلع عندي حاجة بالشكل دوت. طيب خلينا بقى نرسم مثلا شكل الفراغ اللي جوه، فهقول له هنا برضو كرييت واقول له سلندر، وهقول له انا هرسم على انهي سطح، على المسطح اللي فوق، وابدا ارسمه وليكن مثلا 35، تمام، انتر، وهقول له خليها قط، وابدا اسحب لتحت مثلا سالب 5 واقول له اوكي. طيب عايزين مثلا نرسم اي فجوات هنا، مثلا اي شكل كده، هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم سلندر، اختار السطح بتاعي وليكن مثلا دوت، وهبدأ منه ارسم شكل ستون بسيط 5، تمام، اقول له انتر، وهقول له ده خليه نيو بادي، تمام، واخليه يقطع الشكل بالطريقه دوت هنا كده مثلا، واقول له ده خليه نيو كومبوننت، اوكي، تمام. طيب وانا في الكومبوننت دوت هقول له انا عايز ارسم باترن، سيركل باترن. سيركل باترن بحدد له نقطه اللي هيلف حواليها، تمام. فانا هنا الاوبجكت بتاعي اللي هو الاوبجكت دوت الاكس بتاعي، ممكن ارسم انا اكس، ان انا اجي هنا من كونستراكت واقول له اكس ثرو سلندر، تمام، واختار بحيث كده عمل لي اكس في النص. دي طريقه، تمام. الطريقه الثانيه ان انا هاجي هنا من كرييت باترن سلندر، تمام، وانا بختار الاكس، اختار الاكس العادي دوت، او اختار الشكل الاسطواني نفسه، فهو اوتوماتيك لما اختار الشكل الاسطواني ومطلوب منه اكس بيختار الاكس اللي في نص الشكل الاسطواني، تمام. طيب هيبدا بعد كده يقول لي انت عايز الاوبجكت ايه، هذا الاوبجكت بتاعي، هيقول لي عايز منهم كام واحده، اقول له مثلا عايزهم مثلا 5، تمام، بالشكل دوت. ممكن تيجي تشيل العلامه من واحد فيهم لو انت مش عايزه، تمام، اقول له اوكي. كده بقى عندي شكلين وعايز اطرح واحد فيهم من التاني، فاجي هنا من امر موديفاي وهقول له انا عايز اعمل كومباين، واختار قط التارجت بتاعي اللي هو الجسم الاولاني اللي هو دوت الطول، الجسم اللي هو هيطرح او هيطرح من الشكل الكبير، هبدا اختار الشكل دوت، تمام، وامر قط موجود واقول له اوكي، تمام. ظهرت معايا الشكل الطفاية بالشكل دوت. ممكن بعد كده مثلا استخدم امر زي امر فيلت، تمام، او اي امر يسهل او يخلي الشكل بتاعي احسن. الايدج بتاعي اختار مثلا ايدج زي دوت، وابدا مثلا اكبر فيه بحيث يبقى ايه ده شكل جميل شويه اهوت، يبقى واخد شكل انحناء كده، اوكي.